بعد الحرب العالمية الثانية ومع بداية الحرب الباردة، كانت شبه الجزيرة الكورية منقسمة على طول خط العرض 38، وكان الشمال يحظى بدعم الاتحاد السوفيتي، في حين كانت الولايات المتحدة تسيطر على القسم الجنوبي. عام 1948 بات الجزئان معروفان رسمياً باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شمالاً وجمهورية كوريا جنوباً. واندلعت الحرب الكورية في 25 يونيو عام 1950 عندما اجتاحت قوات كوريا الشمالية الجنوب، فسقطت سيول خلال أيام، وتابعت القوات الكورية الشمالية تقدمها في شبه الجزيرة. إلا أن ائتلافاً عسكرياً بقيادة الولايات المتحدة وبغطاء من الأمم المتحدة تدخل لإجبار الكوريين الشماليين على التراجع حتى الحدود الصينية الكورية، فعبرت القوات الصينية بدورها الحدود الشمالية للمساعدة على شن هجوم مضاد، ولكن القوات الدولية ردت، وفي النهاية تم ترسيم الحدود في مايو عام 1951 حول خط العرض 38. وفي يوليو عام 1953 وقعت كوريا الشمالية اتفاقية وقف إطلاق نار مع الولايات المتحدة واضعة حداً للقتال. تقدر حصيلة ضحايا هذا النزاع بما بين 2 إلى 4 ملايين شخص بين قتيل ومفقود. لم توقع اتفاقية سلام رسمية منذ ذلك الحين، وما زال الطرفان لغاية اليوم مبدئياً في حالة حرب.